السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. الزول في اللون، نحن اليوم الاثنين 24 جوان 2019 والساعة 10:48 دقيقة بتوقيت الجزائر. سامحوني وصلكم متأخر، ولكنني أشرت للتأخير نتيجة لظرف طارئ جاني في آخر لحظة قبل أن أبدأ التدخل. اليوم من بين الأخبار اللي نقرأ فيها، يعني قبل أن ندخل في المواضيع اللي تهمنا في الجزائر، أقرأ في أخبار لترامب. ترامب يشن هجوم على مستشاريه ويشعرهم بالانزعاج ويقول لهم أنهم كادوا يدخلونني في حرب لولا أني في آخر لحظة تراجعت. طبعا يقصد الحرب مع إيران، قال لهم حرب مقززة وكانوا يدفعونني إليها. هاجم، هذا آخر هجوم على الناس اللي يشتغلوا معاه أو حتى على المؤسسات، ما يسمى بالمؤسسات في أمريكا. يعني تقريبا لحد الآن ترامب في هذه السنتين اللي راح يحكم فيها، سنتين وأربع شهور أو خمس شهور، لم يترك تقريبا شخص من المهمين في الولايات المتحدة، ولم يهاجموا، ولم يترك جريدة أو تلفزيون ممن ليسوا معه ولم يهاجموا، ولم يترك مؤسسة من مؤسساتهم ولم يهاجمها، بما فيها CIA، بما فيها FBI، بما فيها بعض كبار الوزراء اللي كانوا معاه، وزير الخارجية اللي كان معاه، وزير الدفاع اللي كان معاه. طبعا لكن الغريب في الأمر هو أن يهاجم بولتون. بولتون هذا هو مستشاره للأمن القومي، وهو أحد المتطرفين جدا داخل الإدارة الأمريكية، وكان مع ما يسمى بالنيو كونز اللي هما المحافظين الجدد في أيام بوش وتشيني ورامسفيلد وكل الكليك، المجموعة اللي دارت الحرب على العراق واللي دمرت العراق تدمير كامل. لكن اللي استغربت له في الموضوع هو هذا الهجوم على بولتون. طبعا بولتون مش وحده في الإدارة اللي كانوا ماشيين في الهجوم، يعني ما حتى نسيبه كوشنر، يعني هذا نسيب ترامب زوج إيفانكا اللي كما تعرفوا قبل سنتين في مثل هذه الأيام تقريبا في 2017 راح تلهفت مع والدها مع ترامب 460 مليار دولار. زاد أمس تكلم عليها ترامب أيضا هذه 400 دولار لما قالوا له السعودية، ما السعودية، قال لهم اسمعوا ما تقولوا ليش كثير على السعودية وعلى خاشقجي وعلى بن سلمان، راهو السعودية راح تشري علينا ب 400 مليار دولار، راهي ثبتت ال 400 مليار دولار في الأسلحة فقط. كنا نظن باللي 460 دولار هي للأسلحة والأشياء أخرى، الآن اتضح أن 400 مليار دولار للأسلحة فقط. 400 مليار دولار، يعني هذا 400 مليار دولار لو كان تعطى لفقراء العالم، أقول فقراء العالم، لاستطاعت أن تنقذ منهم مئات الملايين، مئات الملايين. يعني فيه بلدان معينة يحتاج الناس فيها ربما إلى 30 دولار باش يعيشوا، كل شخص يحتاج إلى دولار في اليوم باش يعيش لاباس عليه. بلدان أفريقيا تحت الصحراء، تشاد، النيجر، مالي، جزء منها موريتانيا، بوركينا فاسو، وفي بلدان أيضا في آسيا، بنغلاديش، باكستان، وهذا بالمناسبة أغلبيتهم مسلمين، إذا ما كانوا مش كلهم مسلمين. هذه دراهم الحج ودراهم البترول. فبن سلمان ومن معهم بن زايد بمئات المليارات من الدولارات. قطر أيضا انضمت إلى الفريق، طبعا هي باش تعود تشري. فترامب دخل بيناتهم خصومات، وكان حتى تقريبا في فترة معينة أعطى الضوء الأخضر للسعوديين والإماراتيين باش يغزوا قطر لولا تحرك سريع للقوات التركية، القوات الخاصة اللي راحت على عجل ودخلت إلى زايد. أن آنذاك وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكيين اللي في الاثنين غادروا الآن الإدارة الأمريكية كانوا معترضين. لكن بن سلمان ما زال يزيد. الغريب في الأمر أيضا هو أنه دفع 400 مليار دولار غير ترامب للأسلحة، مئات الملايين من الدولارات من قبل في السنين هذه اللي مضت من بريطانيا وأمريكا وألمانيا وكل العالم، حتى من روسيا بدأوا يشروا من عندها السلاح. بعد ما كسرت روسيا سوريا راحوا يشروا من عندها السلاح، وكأنهم يقدموا لها هدايا على ما تدميرها في سوريا. لكن طبعا أسلحتهم الأساسية تأتي من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة خاصة. مع ذلك
مع هذه المئات الملايين الدولارات ربما الآن تجاوزت الآلاف، لو كان نحسبه 30 سنة فقط تجاوزت الآلاف من الدولارات. الآن جماعة الحوثي اللي هي حينما تنظر إليهم تشعر وكأنهم يأتون من خارج التاريخ، سواء في لباسهم أو في يعني ولقات في فمه منتفخ بالقات يمضغ فيه، وهذا الجماعة نتاع الحوثي الآن راهم يلعبوا ويعبثوا في الأجواء السعودية كما يشاءون. أمس فقط شنين هجومين بطائرات درونز، طائرات المسيرة عن بعد، على مطار أبها ومطار جازها. طبعا الآن قتل الجنود السعوديين والسودانيين، في 30,000 جندي سوداني معترفين بها الانقلابيين في السودان. هذا حميتي، هذا حميتي، هذا هو الرأس المدبر للانقلاب في السودان، وهو الشخصية الآن مسيطرة في عند الجنرالات السودانيين. معترف أن فيه 30,000 جندي سوداني يقاتلون في السعودية، جنود من السودان، جنود من دول أسيوية، جنود حتى كانوا من ماليزيا في فترة قبل أن يسحبهم محمد مهاتير لما عاد، لأن رئيس الوزراء الماليزي آنذاك كان صناعة سعودية إماراتية. جنود وجنود من حتى من كولومبيا جايبينهم مرتزقة، جنود البلاك واتر نتاع هذه الشركات الأمنية المرتزقة، كل هذه الجنود والإمارات والطائرات الأمريكية معاهم والطائرات البريطانية معاهم والمساعدة التعسيسي والمصريين معاهم، كل هذه حصلوا في جماعات وكأنها تأتي من خارج التاريخ اللي هما جماعة الحوثيين. هذا يعطينا فكرة العبث نتاع هذه الأنظمة الطغيانية اللي دمرت أوطانها، نهبت أوطانها ودمرت البلدان اللي بجوارها. يعني اليمن الآن مدمر، بصح السعودية الآن هاي تأكل في الضرب من عند ومش فقط هذيك، وصلوا حتى كانوا ضربوهم في مطاف الرياض، كانوا ضرب واضطر أنا ذا كان عامل قمة مؤتمر قمة العام اللي فات دوها للظهران لأن خافوا للحوثيين يضربوهم في الرياض. طبعا وصلوا إلى جدة، وصلوا إلى أبوظبي، ضربوا دبي، ضربوا أبوظبي. وين الأموال اللي صارفينها؟ وين الصواريخ اللي أمريكا باعتها لكم وبريطانيا وألمانيا؟ وين المصاريف اللي صرفتوها كلها؟ ما كمش قادرين تردوا ميليشيا، هي ميليشيا الحوثي اللي انتم رحتوا اعتديتوا على اليمن، واللي انتم عاونتوها في الأصل على احتلال صنعاء باش تحطم الثورة اليمنية يومها، الآن راكم حاصلين معاهم وتحبوا تاخذوا حرب ضد إيران. طبعا ترامب فهم بأن الحرب ضد إيران ليست لعبة، وأنه من الأفضل له بعد أن أسقط الإيرانيون له طائرة درونز واللي كان بالنسبة له سيرد، وقبلها الإيرانيين على قول الأمريكيين هما اللي فجروا البواخر في مضيق هرمز، بواخر النفط، وهما اللي فجروا بواخر أيضا كانت راسية. هذا قول الأمريكيين، الإيرانيين نفوا ذلك، وكانوا طبعا رموا عليهم أكثر من مرة الهاون على المنطقة الخضراء أين توجد السفارة الأمريكية وأشياء كثيرة. ففي النهاية اللي حبيت نقطة نوصل لها، طبعا أنا موقفي من إيران معروف، إيران قتلت الشعب السوري وذبحت الشعب السوري وناصرت طاغية كبير جدا، وهم اللي يقولوا نحن مع الحسين ومع الحسين، فقلت دائما نقول لهم لا أنصارهم، هل بشار مع الحسين أو ضد الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو وأهله؟ وطبعا شاركت أيضا في العراق في تدمير العراق مع الأمريكيين، في أفغانستان أيضا ساعدت الأمريكيين، في تصريح لشخص كان هو نائب الرئيس الإيراني آنذاك يسمى أبطحي، هذا أبطحي كان نائب الرئيس خاتمي، قال لولانا لما استطاعت أمريكا أن تحتل أفغانستان والعراق، اعتراف مباشر. لكن خلينا نضع هذا جانبا فقط لنوصل النقطة، هي أن إيران في نهاية المطاف الآن راهي تحت حصار شديد اقتصادي، راهي تحت ضغوطات رهيبة، راهي تحت كل هذا، والشعب الإيراني يعاني، وهناك سياسات سيئة جدا للنظام القائم، لكن على الأقل في نقطة معينة استطاعت أن تخضع الغرب وأن تخضع الأمريكيين إلى غاية أنهم قاموا معها في الاتفاق النووي اللي أعطاها كثير من الحقوق. ولكن حتى حينما جاء ترامب وأطاح بالاتفاق النووي ما هوش قادر يروح إلى حرب مع إيران، وهو اللي كان يهدد ويتوعد ويقول أنه سيدمر إيران إلى آخره. ممكن يذهب في المستقبل، ممكن، هذا يبقى على ما يقع من استفزازات الآن،
الآن كثير من الدول الغربية تمضي في اتجاه قوي جدا بحيث أن لا تقوم حرب هناك. الصين أيضا قالت، اليابان، الروس قالوا حذر من قيام حرب هناك، قد تؤدي إلى حرب شاملة. إذن تقوم أو لا تقوم الحرب مع إيران والأمريكيين، هذا يبقى على عدة أشياء، خاصة على ترامب إذا ما حوصر بالفضائح، لأن عنده 17 قضية تتابعه في المحاكم الأمريكية، أحيانا في المحكمة العليا، في المحاكم الفيدرالية، فضائح، مشاكل أخلاقية، مالية. ترامب هذا صنف خاص. أنا قناعتي أنه سيذهب إلى الحرب مع إيران أو مع كوريا الشمالية أو مع أي بلد آخر إذا ما حوصر وكان سيتم الامبيتشمنت اللي هي الإطاحة بها. لكن اللي يهمنا في الموضوع هو أن إيران التي ظلت محاصرة تقريبا منذ أن قامت ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران أكثر من 40 سنة، استطاعت أن تؤسس للصناعات أسلحة هائلة وهي تحت الحصار. الآن إيران عندها صواريخ يقولوا تصل 3000 كيلومتر، وكان يقولوا تصل 2000 كيلومتر، خلينا نبقى فقط في 2000 كيلومتر، معناها أن إيران تستطيع أن تحوم حول كل المنطقة 2000 كيلومتر. لديها صواريخ ولديها جيش قوي وقوي جدا، خاصة الحرس الجمهوري، الحرس الثوري، ولديها صناعات، وكان ذهبت في النووي إلى حد كبير تحت. ولذلك أنا دائما نقول أن هذا النظام مش حتى ديكتاتوري، يا ليت كان عندنا ديكتاتورية مثلا كما ديكتاتورية الإيرانيين. هذا يخنقك، يخنق لك حرياتك، يخنق لك أشياء كثيرة، لكن على الأقل فيما يتعلق بالكرامة الوطنية والدفاع عن البلاد تشعر الإيرانيين كلهم يشعروا بالفخر أن دولتهم تواجه من؟ مش تواجه في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في ما يسمى بإسرائيل أو سعودية أو لا لا لا، في الإمبراطورية الأخطر والأشرس والأجرم في التاريخ، الإمبراطورية الأمريكية، في قوة هائلة في آخر. تخيلوا لو أنها ما كانتش إيران وكانت بلد آخر وأسقط لأمريكا، ما هوش طائرة تسوى 140 مليون دولار، لا، لأن الطائرة اللي سقطوها طائرة فخمة وضخمة تاع تجسس، كان أسقطوا لهم عصفور حامل العلم الأمريكي لو كره القنابل مرت على ذاك البلد ومشات. أحيانا كانوا الأمريكيين يقع لهم، يعني لما دار لهم قذافي اتهموها أنه قام بتفجير ما ملها ليلي في 1986 في برلين، جرح فيه بعض الأمريكيين وقتل 3 ولا 4، تهموه هو، يعني تهمة ما هو ما اعترفش بها القذافي. أنا ذاك ما جابوا الأساطيل وراحوا قصفوا طرابلس وقصفوا ليبيا، وكان عاش القذافي في رعب رهيب لأشهر، ثم فيما بعد كما نعرفوا فرضوا عليه الحصار على قضية لوكربي، واضطر القذافي أن يدفع ملايير الدولارات وأن يسلم كل أسلحته لكي ترضى عنه أمريكا والغربيين. القوى العالمية سواء غربية أو غير غربية لا تأمن ولا تعترف إلا بالقوي. القوي اقتصاديا، كن اليابان مثلا يعترفون بك، كن كوريا الشمالية الجنوبية يعترفون بك، كن أيضا كوريا الشمالية اللي هي فقيرة وجائعة لكن عندها سلاح نووي. ترامب راح يقابل الصبي نتاع تركيا نتاع كوريا الشمالية، وشفتوا اللقاءات كيفاش العالم كله مهتم. كن إيران تعترف بك الآن، كن تركيا تعترف بك أمريكا في نهاية المطاف. يعني شفنا شاهدنا قبل 4 شهور كلمة بكلمة الأتراك مع ترامب ومع الأمريكيين، ودار لهم فيزا لوزير الداخلية، دارهما فيزا لوزير الداخلي، جمدوا أموال 3 ولا 4 مسؤولين أتراك، جمدوا الأتراك أموال أمريكيين، عاملة بالمثل كلمة بكلمة. روح انتظرك. احنا وصلوا بعض الوزراء، يعني وزير الخارجية، سامحوني على الكلمة، وزير الخارجية هذا اللي داروا من بعد بوتفليقة رئيس مجلس الدستوري اللي راه توفى قبل بضعة أشهر، مراد مدلسي، راح يلتقي الوزيرة الخارجية الأمريكية، كانت أنا ذاك كلينتون، هيلاري كلينتون، بكل أسف وألم سامحوني على الكلمة، عراوه كما جابتو مو. بعدها بأشهر ما يسمى، كان عندنا واحد يسموه وزير الإعلام والاتصال، هذاك اللي كان يوزع أموال الشعب الجزائري على الجرائد والقنوات اللي تمدح العهدة الخامسة وتمدح المحنط،
عراوه الفرنسيين كما جابتمو ايضا. شفت وين توصل؟ تخيلوا انتوما ان مسؤول الماني مثلا صرا له هكذا في، او ياباني او تركي، او صرا له هكذا في امريكا او في فرنسا، قيامة تقوم، ممكن تقوم حرب. ولا شيء، نحن ولا شيء يعني امام شعوبهم، امام الشعب الجزائري. هك تشوف تصرفات ظلم، قهر، اكاذيب، خداع، كل هذا يروحوا فيه الى ابعد الحدود. امام العالم الخارجي مش برك نعامة، على قول الشاعر، مش برك نعامة، يعني اكثر من نعامة بكثير. مش برك ينزلوا الى الحضيض ويخافوا، لا لا، يترعبوا، يحكموا من رعب. يعني في نهاية المطاف يستقوا فقط على شعبهم اللي هم المفروض انهم هم اللي يحموه، هم اللي يدافعوا عليه. هذه واحدة من المشاكل اللي رانا نعانوا منها، من أنه كلما ضعف نظام حكم في مواجهة القوى الخارجية، كلما كان يستقوي ويستضعف شعبه. هذه قاعدة أساسية، وهذا اللي رانا واقعين فيه. ومادام رانا واقعين في هذا، نعود ونرجع للموضوع. اليوم كما شفتوا كانت في احتجاجات في أمام محكمة سيدي محمد، كانت في احتجاجات في بجاية، في بومرداس، في حيزر، في إفري أوزلاغين وغيرها، لأن الناس راح تحتاج تجري على 17 شاب هذا اللي راهم اعتقلوهم، قال لك متهمين بالمساس بالوحدة الوطنية. وما هي المساس بالوحدة الوطنية؟ قال لك الراية الأمازيغية الثقافية. أنا رديت على الموضوع هذا أكثر من، خلنا عاود نلخص الرد. أولا وقبل كل شيء، ليس هناك قانون يمنع حمل راية أخرى غير الراية الوطنية، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه الراية كنت تشوفوا فيها، وكانت تحمل على الأقل منذ أن بدأ الحراك في الأسبوع الثاني أو الثالث، معنى عندها 4 أشهر. لماذا لم تتحركوا ولم تقولوا أنها مشكلة؟ الأمر الثالث، هذه راية ثقافية، هذه ليست راية سيادية. والراية اللي ممكن نتفق معكم فيها إذا ما رفعت أنه يجب مواجهة اللي يرفعوها، هي راية الماك. أنتم شفتوا راية الماك أحيانا كانت رفعت في الثانويات قبل أشهر، ورفعت في عدة أماكن، في عدة أماكن رفعت ولا قلت حرف واحد، لأن الماك على الأقل في قيادته يساعدوكم، التطرف يساعدكم، الخطاب المتطرف تاع الماك انت عن القبائل محتلة والجزائر مستعمرتها، وهذا يساعدكم انتم، هذا انتم باش تقهروا المجتمع وباش تخوفوه، وهكذا باش تلصقوا فكرة أن القبائل انفصاليين وزواف ومنين جات؟ لأن الماك داير أشياء معينة، فالبسطاء من الناس قد يقول لك ايه هذو راهم يحبوا يقولوا، ولذلك كثير من الناس يقول لك القبائل يحبوا يفصلوا البلاد وكذا. لماذا؟ لان العصابه القائمه سواء اللي كانت قبل ولا اللي راهي الان، اللي هما كلهم شركاء، خلات الماك ينتشر، خلات الماك يتوسع، خلات له ظروف. شفنا حتى رئيس الماك قبل شهرين في تيزي وزو فتحين له جامعه تيزي وزو ويدير في محاضره عن بعد، بينما كثير من شرفاء البلاد، نحرار البلاد، عرب وقبائل وشوية، يمنعوا عليهم أحيانا لما يذهبوا باش يديروا مظاهرة. وعلم الفرشيطة، علم الفرشيطة، طيب علم الفرشيطة هذا وين شفتوه يا ذباب؟ هذا وين شفتوه؟ مع أن الناس رافعين معه العلم الوطني، ومع أنهم يقولوا باللي هذا راهو علم يمثل ثقافي وليس شيء آخر. هو في الحقيقة هم عارفين، وعارفين الأمر جيدا، هم يحتاجوا للمتطرفين. شفتوا لما قبل أسبوعين ولا ثلاثة خرجوا بعض الإسلاميين، يقولوا إسلاميين، احنا نعرف أن جزءهم دائما مخترق، يعني مثل الماك، أنا متأكد أن جزء في قيادة مخترق من عند الدياراس، لأنهم يحتاجوا المتطرفين فيخترقوهم ويمشوهم كما يحبوا. الآن أنا مصلح حتى إلى اختراق الأفافاس، بلك راكم شفتوا الصراعات اللي قائمة بين ما يسمى بالمجلس الوطني وبين القيادة نتاع الأفافاس، صراع كبير جدا، واتهامات بالعمالة، اتهامات بالعمل، وأنا لا أستبعد أن مخترقين طرفين في حدود معينة. يعني الأفافاس تاع أي تحمد تشوف وين ولات الدراسة تلعب به. ولذلك أنا المرة الماضية لما انتقدت هذوك اللي سموا روحهم البديل الديمقراطي، وركزت على الأرسيدي، لأني عارف الأرسيدي الآن راهو تحت قيادة معقولة ولا بس بها، ما تكلمتش كثير على الأفافاس، لأني عارف راهم في صراعات وخلافات، وراهم يتهموا في بعضهم بكل شيء، بل وصلوا أن يضربوا بعضهم بالعصا وبالحجر وإلى آخره.
مؤلم أن يصل حزب نتاع مناضل أكبر أول حزب معارض وواجه العصابات وكذا يصل إلى هذا الوضع. أنا أتمنى على عقلاء الأفافاس وقدماء الأفافاس أن يأخذوا الأمر في أيديهم وأن لا يتركوا هذا الصراع القائم، بغض النظر أني لا أعرف خلفياته تماما ولست معني بأن أخذ موقف مع هذا أو ذاك، لكن نحن يسعدنا أن يكون الأفافاس حزب مقاوم ومعارض ومطالب الدولة المدنية ومطالب بالحريات ومطالب بدولة القانون، نشترك معهم في هذا حتى وإن اختلفنا معهم في قضايا أخرى. باش نعود نرجع، العصابة اللي راهي قائمة اليوم تحب تشجع المتطرفين، وطبعا دير لك التصحيحيات ودير لك الفيروسات ودير لك كل شيء. وعلى ذكر المتطرفين، أو خلوني قبل ما نروح لذكر المتطرفين أو الفاسدين، إذن هذه المحاكمات اللي راهي تتم لهذا الشباب اللي رفعوا العالم الأمازيغي الثقافي هذه غير شرعية، وأنا أدعو الناس أن يتضامنوا معهم وأن يكونوا معهم حتى حينما لا توافق. أنا مش نقول لك أنت لازم تؤمن بهذه الراية، لا، هذه الراية هي راية ثقافية عاطفية لأصحابها، اللي تعجبه يرفدها واللي ما تعجبوش ما يرفدهاش، هذه حرية شخصية، لأن هي مش راية مش درابو دو سوفرينتي ولا نومبليم دو سوفرينتي، هذه راية ثقافية فيه من يرى أنها تعبر عن هويته وتعبر عن أشياء كثيرة يعني. فمن أنا أدافع عن حق الناس في الحرية، ما فيش قانون يمنع أولا، ثانيا هذا ما فيها ولا شيء، ثالثا ليست بديل للعالم الوطني إلى آخره. اليوم وانا باش نتكلم عن الموضوع هذا يعني مر في ذهني، كنت تذكرت مقولة لرجل ألماني يعني، فهذه نعرف المقولة أكثر من 20 سنة، فقلت خليني نحوس عليها فوجدتها، وجدت النسخة بالفرنسية، رح نقرأها بالفرنسية وربما نعمل تلخيص سريع بالعربية. هذا الرجل يسمى مارتن نيومولر، هذا ألماني وكان كاتب ويعني مناضل للقضية اللي يؤمن بها. وش يقول في أحد كتاباته؟ سماوها كونت ils sont venus chercher les كونت ils sont venus chercher les communistes je n'ai rien dit je n'étais pas communiste كونت ils sont venus chercher les syndicalistes je n'ai rien dit je n'étais pas syndicaliste كونت ils sont venus chercher les juifs je n'ai rien dit je ne suis pas juif كونت ils sont venus chercher les catholiques je n'ai rien dit je ne suis pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour protester. عندما جاءوا ليأخذوا، يتحدث على مخابرات النازيين في الثلاثينات، عندما جاءوا ليأخذوا الشيوعيين، قلت هذا لا يعنيني، أنا لست شيوعي. ثم جاءوا يأخذوا النقابيين، قلت أنا لا، هذا لا يعنيني، لأن لست نقابي. ثم جاءوا يأخذوا اليهود، قلت أنا هذا لا يعنيني، أنا لست يهودي. ثم جاءوا يأخذوا الكاثوليك، المسيحيين الكاثوليك الذين كانوا معارضين للنازيين، بعض منهم كان معارض، قلت هذا لا يعنيني، أنا لست كاثوليكي. ثم جاءوا ليأخذوني فلم أجد أحدا ليعترض على أخذي وليحتج على أخذي. هذا طبعا مارتن نيومولر، هذا خذاوه بعدين في 37، يعني كتب هذا الكلام أعتقد مباشرة قبل أن يأخذوه أو مباشرة بعد ما أخذوه، فأخذوه في 37 إلى ان كونت كونسنتراسيون، إلى مركز الاعتقال الشديد هذا يسموه ساشن هوسن في ألمانيا، ثم نقلوه إلى مركز آخر في 41، ولا أعرف كيف انتهى أمره يعني. المهم في هذه القضية، الناس مرات كثير ما يفهموش، لأن بعض كثير منهم يبعث لي يقول لي، أنا كتبت عليها اليوم تعليق سريع، راك وليت تدافع على الزواف، راك وليت زواف. قلت لهم انا هذا ما يزعجنيش، قبل 20 سنه كتبوا عليا لو ديبلومات دي جي، وهذا الكتاب راهي موجوده في الوطن، وكتبوا كثير وكتبوا الذباب نتاعهم، وبعض الاخوه القبائل اللي ما كانوش فاهمين الموضوع، وبعض الاخوه الفرنكوفون، وهاجموني بكل الالسن، لم يزعزع في ذلك شعره واحده، لاني كنت ندافع على المظلومين انذاك كانوا الاسلاميين، خاصه الاسلاميين تاع الفيس. فدفاعي عنهم طبعا ادى بي الى اتهامات والى اشياء كثيره، بما فيها محاولات يقول لك نجو نقتلوك، نجو نقطعوا لك راسك، نجو انتو تيروريست انتيغريست باثيست، ويجمع لك باثيست مع تيروريست، باثيست مع الاسلاميست، ما يعرفش باللي
البعثي والاسلامي هما كما الماء والزيت، عمرهم لا يتلاقاو يعني. لكن كان بالنسبه لي الناس لما يقولوا كل ما هذا لا يعنيني، انا ادافع عن الحق عن المظلوم. درك المظلوم هذا هو افكار نتفق معاه جزئيا او كليا هذا شيء اخر، لكن انا ادافع عن المظلوم. الان نفس الشيء لما يقول لك يكتب لي واحد لو دبلومات دي زواف، قلت له هذا يسعدني يعني ما يزعجنيش، لان اول القبائل ماهمش زواف، والاغلبيه الغالبه منهم هم اصحاب دفاع عن الوطن، اصحاب ثوره، اصحاب مبادئ، اصحاب قيم، حتى حينما تختلف معهم في جزء. وثم هما ليسوا واحد، القبائل فيهم العلماني وفيهم الاسلامي، القبائل فيهم الفرنكوفوني وفيهم المعرب، القبائل فيهم كذا، يعني هم مش شكل واحد حتى تحطهم وتصنفهم يعني. يعني الناس في احيانا الناس داخل اسره مش واحد، كل واحد وفكره، كل واحد وعقله. مرة تلقى الأب يعرف فرنساوية ولاده ما يعرفوش، أو العكس صحيح، أو الأم ما تقراش ولادها يعرفوا الفرنساوية والعربي إلى آخره. فالناس مش واحد، لكن مع ذلك القبائل ماهمش زواف يعني. وزواف هذه قلناها وتكلمنا عليها، وإن شاء الله لما يجي الوقت نتكلم عليها بشكل أوسع. زواف هذه موضوع معقد، ولكنه كان من كل الجزائري، كل الجزائريين فرنسا داتهم وسمت بعض زواف، وإن كان هو فيما بعد أصبح كور اساسي تاع فرنسا اوروبيين يعني. حتى الجزائريين ما ولاوش فيهم يعني، او القله القليله اللي طورنت فقط اللي بقات. اذا نحن مانيش ندافع على الشخص على افكاره، تتفق معه تختلف معه هذا شيء اخر. نحن ندافع على الانسان، عن حقه في الحريه، عن حقه في الكرامه الانسانيه، عن حقه في ابداء رايه، عن حقه. هاي اللي الناس لازم نفرقوا بيناتهم. مرات يقول لك راك دافعت على طابو وطابو يقول كذا. طيب انا اولا طابو نقدر نقول بلي 80 ولا 90% من افكاره لا يختلف حولها الجزائريين العقلاء، هذه بالمناسبه يعني. وانا اعرف الرجل واعرفهم، يتابعني واتابعه منذ سنوات طويله، والتقينا قبل سنه ونتكلموا من حين لاخر الى اخره. لكن حتى لو كانت افكاره ما تعجبنيش، انا لا ادافع عن افكاره، انا ادافع عن الانسان، انه ما يضلش. بل بالعكس، انا لما سمعت اخبار أن توفيق والسعيد وطرطاق تم تعذيبهم في السجن، اعترضت على ذلك. قلت إذا تم هذا التعذيب وصني فهذا نحن نرفضه. يعني أنا عدائي إلى 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 توفيق هو مثل عداء الملائكة إلى الشيطان يعني، أو إلى السعيد أو إلى طرطاق. وربما قلة قليلة اللي سبقوني في انتقاد توفيق، وربما كنت أنا أول من أخرج صورته يعني. لكن هنا أدافع عن الإنسان، الكرامة الإنسانية يجب ألا تمس. القرآن يقول قبل 14 قرن: ولقد كرمنا بني آدم. تكريم بني آدم له تكريم، بغض النظر على أفكاره، هذا قضية أخرى. تقول لي توفيق وش رأيك فيه؟ نقول لك يستحق الإعدام 700 مرة، جرائم دايرها بلا حدود، أما أن تعذبوا له. طبعا محاميه طلع قبل أيام ويقول ان موكل لا السعيد ولا توفيق ولا طرطاق تعرضوا الى التعذيب. طبعا ارتكب خطا فادح المحامي، لاننا نحن منطقيا نحن امام حالتين: اما انهم تعرضوا للتعذيب، اما انهم لم يتعرضوا للتعذيب. اذا كانوا تعرضوا للتعذيب وانت نفيت، فهذا معناها انهم ربما سيزيدوا يعذبهم اكثر، ولا تستطيع ان تقول شيء لأنك كنفيت قلت ما تعذبوش. أما إذا كانوا ما تعرضوش لتعذيب، وانت قلت لأنهم لم يتعرضوا لتعذيب، فلو يعذبوهم في المستقبل ما تستطيعش تصرخ وتقول عذبوهم. وحتى لو قلت، يقول لك الناس راك قلت ما عذبوهمش من قبل، نفيت الأخبار اللي كانت تقول أن عذبوهم. إذا أنا أعتقد أن المحامي هذا كان ارتكب خطأ في تقييم الأوضاع. كان يسعه أن يسكت، هذا إلا إذا كان دخل معهم في ديل، في صفقة، أو يخلي آخرين يقولوها. معناه ممكن يخلي إعلامي يقولها، يقول من مصادر مقربة من المحامي قالت، يخلي واحد الفراغ هكذا باش ما يعطيهمش كارت بلونش. لأنه لو أعطيهم كارت بلونش غدوة يعذبوهم، وهو ما يستطيعش يتكلم عن الموضوع لأنه نفاه في المستقبل، نفاه في الماضي. إلا إذا كان كما قلت فيه صفقة فهذا شيء آخر. وأحيانا بعض المحامين، لا أتحدث عن المحامي هذا بالذات، لكن شفتها في حالات معينة، كانوا يدافعوا لناس بصح كانوا مرتبطين بالدراسة يعني. وحكاوا لي بعض المحامين الافاضل كيف انهم لما كانوا يدافعوا مثلا على قياده جبهه الاسلاميه، كانت الدي ار اس تحط لهم محامي ولا اثنين معاهم
على اساس انه هو ثاني يدافع، لكن هو كان ينقل الاخبار والطريقه اللي راح يدافعوا بها الى يعني ينفلتروها. الجماعه نتاع الدي ار اس تاع المخابرات في الجزائر عندهم فقط عمليه تاع الفيروس، هما فقط كيما الفيروس او الميكروب او يدخلوا يخترقوا الاشياء يكسروا هذا مكان البناء ربك يجيب. هناك مجموعه من النقاط سامر عليها شويه سريعا، لما ما تكونش الاحداث ساخنه جدا نحب مره ندخلوا في بعض القضايا اللي هي مؤسسه لبعض الافكار ولبعض المواقف، وربما حتى هذه تخلي الناس يفهموا اكثر ما نقول وما يقوله اخواننا في رشاد او في غير رشاد من مبادئ. يعني قضيه المبادئ هنا مهم جدا، قضيه المبادئ وقضيه القيم وقضيه الانصاف. انا يهمني جدا موضوع الانصاف صراحه، يعني انصاف بالنسبه لي الفيرنس هذا مهم ومهم جدا، والانصاف احيانا في بعض جوانبه هو جزء من العداله وقد يكون اكبر من العداله. يعني من بين الاشياء اللي اليوم تحدثوا عليها قال لك رفع الحصانه على عمار غول، رايحين يرفعوا لي الحصانه مما يسمى بمجلس السنا، وايضا رفع الحصانه على ابو جمعه طلعي مما يسمى بمجلس الشعبي. عندهم اسابيع وما يتكلموا على رفع الحصانه هذه، قاعدين هما معرفينهم وعندهم الملفات وعارفينهم اللصوص. يعني شكون اللي ما يعرفش بلي عمار غول ارتكب جرائم فادحه في قضيه لوتوروت اللي بدات ب 4 ملايير دولار وانتهت باكثر من 20 مليار، وراهي فيها اجزاء منها راهي محطمه يعني كانها عندها 70 سنه من اللي تبنات. الناس كلها تعرف هذا، لكن هما قاعدين يرفع الحصانه. شغل هما ولاو دوله القانون هنا، راهم في سويسرا ولا في السويد ويستنى يرفع الحصانه، لا طول لا جمع اللجنه ما يسمى باللجنه القانونيه لا دير هذه، كلها مضيعه وقت، كلها باش يستمر الفيلم المكسيكي هذا باش زعما راهم يلقون في القبض على العصابات يزعمون. نعم كاين القاء القبض على رؤوس العصابات، لكن هذا التطويل والتعامل الفي اي بي اللي راهم يعاملوا بعضهم ويحيى راهو في الانفيرميري مثلا في الحراش هو وسلال مثلا ماهوش من المحابيس، ولما يجوا داخلين للحبس يتحوا لهم، هذا مش منطقي هذا. يعني الناس يرفدوهم يرموهم في الشارع احيانا ما داروا ولا شيء، هما لما يجوا هذوك داخلين يتحوا لهم. هذا الشيء فكرنا ما حدث مع جماعه مبارك. والنقطتين الاخرين، هذا قال لك الاف سي يو، الاف سي يو هذا ما يسمى بال الفوروم تاع رجال الاعمال اللي كان حداد يرأسه وكان هو فيه طبعا لعده سنوات، فهذو يعني ناهبي المال العام على استثناءات قليله منهم جمعوا انفسهم فيما يعرف بالاف سي يو. كل كبار الناهبين كانوا في هذا الاف سي، وباش تدخل اصلا للاف سي ويقبلوك كان لازم تدفع اموال، يعني لان كي تدخل من بعد تغرف من البنوك بلا حدود وتغرف الاراضي وتغرف العقارات ويولي عندك حتى باسبور دبلوماسي ويولي عندك حمايه وتولي طبعا تولي باترون يعني تولي. فلذلك كانوا البعض منهم يشلوا مناصبهم حتى داخل الاف سي يعني يرشوا حداد، وحداد يرشي السعيد والجماعه اللي معاه. فقال لك واحد اسمه سامي عقلي راهو مشد ليرس، لما رحت نشوف الشركه نتاعو هذا واش يشتغل يعني، لقيت انه قال لك الشركه نتاعو كالتالي، شركه واحده تقوم بالصناعات الغذائيه، الترقيه العقاريه والبناء، توزيع السيارات، اللوجيستيك والسياحه، فقط هذول اللي ذكروه. يعني خمس مجالات نتاع اقتصاد لا علاقه لها ببعضها البعض. واش دخل الصناعات الغذائيه في توزيع السيارات؟ واش دخل الترقيه العقاريه في السياحه؟ الترقيه العقاريه والبناء واش دخل؟ هي في الحقيقه لماذا وسع كل هذه النشاطات؟ باش وين يروح يحط ملف ويضرب 1000 مليار 1000 مليار سنتيم هنا، 2000 مليار لهي، 500 مليار هنا الى اخره. اضرب 10000 هكتار في بالعباس، 20000 هكتار في اضرار، 50000 هكتار في تمن راست، وهكذا. وراكم تسمعوا الان على حداد اللي راهي تخرج اشياء فقط. اذا هذا الاف سي واصحابه هذو المفروض يرفدوهم جميعا ويحطوهم في سجن الحراش، ثم يبداو يحقوا معاهم واحد بواحد تحقيق فقط، لان قلنا القاضي لازم يكون قاضي عادل، لان الجزائريين كلهم يعرفوا انهم لصوص على استثناءات قليله جدا اذا وجدت اصلا. بصح هذا يعطينا فكره وشنو هي، هو انه موسى الحاج حاج موسى اللي كنت نتكلم فيكم عليها عده مرات، راح حداد حرقت الورقة تاع حداد، جيب واحد اخر حطه في الاف سي وخليه ينهب كما يولي هو ايضا حداد اخر بيس، وهكذا تمشي الامور.
شيء نفس الشيء وقع في ليجيتيا النقابة، ما يسمى بالاتحاد العام للعمال الجزائري. النقابة هذه أنشأها الأحرار وماتوا من أجلها الأحرار في الخمسينات بشكل يعني أن يصبح سيدهم السعيد هو اللي على رأسها، وهو واحد من كبار المفسدين. كانت مذمة، كانت إهانة للجزائري والعمال بشكل خاص. الآن سيدهم السعيد مش فقط بقى كل أكثر من 20 سنة، 23 سنة من 96 من اللي قتلوا عبد بن حمودة، عبد الغني، لا مش عبد الغني، كان اسمه كذا بن حمودة، من اللي قتلوه في عملية على الأرجح كانت وراها الدياراس، بالمناسبة كان وراها إسماعيل العماري، مقبور إسماعيل العماري وتوفيق، جابوا سيدهم السعيد وحطوه. كمل هو ويحيى كملوا على الاقتصاد وعلى الشركات وعلى العمال، وهرب هو أموال وشاري الآن شركات في شركة في فرنسا وشركات في أماكن أخرى، ومهرب أموال لكل مكان. والآن يحط هذا اللي حطه اسمه سليم العباطشة، هو كان أيضا من جماعة العهدة الخامسة، بالمناسبة جماعة ليفسيو كانوا كلهم مع العهدة الخامسة، ودفعوا 700 مليار، طبعا هي من أموال الجزائريين، هم يجيبوها من البنوك وزعما يتبرعوا بها للعهدة الخامسة. الآن مش معروف وين راحت هذيك 700 مليار، 700 مليار سنتيم أعطاوها لسلال، الآن مش معروف وين راحت للعهدة الخامسة. يستثمروا 700 مليار سنتيم ومن بعد يسرقوا 70 مليار دولار في بضع سنين. هذا سليم العباطشة أيضا كان مع جماعة العهدة الخامسة، وكان داخل في الترافيك بكل أنواعه. الآن ها هو راح سيدهم السعيد جابوا لي بدله. لذلك رانا نقولوا هذه العصابة راهي تجدد في روحها. لما نحاو بوشارب من لافلان، شكون جابوا؟ جابوا الجمعي. الجمعي يعرف في منطقة الشرق خاصة في تبسة أنه رب التهريب، أنه هو الذي يقوم بعملية التهريب الواسعة. بالمناسبة يا إخواني، كلمة رب تقال كما نقوله رب، ربة البيت، رب البيت، رب الدار، هذه كلمات في اللغة تقال، يعني لا يقصد منها الإله، يعني يقصد بها الرأس الكبرى أو الرأس العليا. إذا قلت كان هو رب التهريب، نحاو بوشارب فاسد كبير ومفلس كبير، من نحاو فقط من الأفلان، من أمانة العامة على الآفة الآن، مش حتى أفلان، وما زال بقينه في ما يسمى النجل الشعبي، وجابوا هذا جمع. إذن نحى واحد من العصابة وبدلوه واحد من العصابة ربما أسوأ منه. الآن هكذا نفس الشيء في ليجيتيا ونفس الشيء في ليفسيو. لكن لما جاءوا الأساتذة في كلية العلوم السياسية قبل شهر ونص تقريبا، واختاروا أحدهم دكتور مناضل مقاوم صاحب أفكار، لكن يبقى أنه دكتور علوم سياسية، والأساتذة اختاروا ضمن ثلاثة، قامت القيامة ولم تقعد داخل نظام الحكم، داخل الدياراس، لأن المخابرات راهي في قلب الحكم، هي قيادة الأركان، يعني تغير ولا شيء، راه غير في الشكل، راه برك فقط كان يشاركهم السعيد، الآن ما كانش المدني اللي يشاركهم، الآن كلهم جنرالات. من قبل كانوا شوية داخلين معاهم حينا يحيى وحينا السعيد وحينا. فقامت القيامة وأسقطوا العميد اللي اختاروا أو المدير الكلية اللي اختاروه أصدقائه في الكلية بكل حرية وبكل ديمقراطية وبكل شفافية، أسقطوه وجابوا واحد آخر. هل هذا القوم، عندما نأخذ ثلاث أمثلة تاع ليجيتيا تاع ليفسيو وتاع العلوم السياسية فقط، لما نمد هذه الأمثلة ثلاثة فقط، هل هؤلاء القوم يسمحوا للجزائريين باش يختاروا رئيس؟ يسمحوا لهم باش يختاروا رئيس يكون هو قائد الجيش، القائد العام للجيش، يكون هو في الغالب وزير الدفاع، يكون هو رئيس جمهورية، رئيس مجلس وزراء، كذا 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 كما كان بوتفليقة مثلا، أو يكون حتى عنده نصف هذه الصلاحيات مثلا. هؤلاء القوم لن يسمحوا لنا باختيار رئيس بلدية، رئيس بلدية يدخلوا في اختيار آخر بلدية في الجزائر، هما اللي قرروا شكون يكون فيها رئيس البلدية. ولما يجي رئيس بلدية ما يعجبهمش يديروا له تصحيحية، ولما يجي رئيس حزب ما يعجبهمش يديروا له تصحيحية. وعبد الحميد ماهر في 96 غني عن
غني عن الحديث وكثيرين. بالمناسبه هذا اللي حطوه لاباتشا نتاع كان راح يدير تصحيحيه لويزا حنون، بالرغم انها ماشيه معاهم في نفس الخط، يعني هو كان مع حزب العمال وكان ماشي يدير لها تصحيحيه، وظل لان لويزا حنون مره هاجمت جماعه الاوليغارشيه وحداد، فقالوا لها اوكي درك نادبوك، فجابوا لها هذا باش يدير لها تصحيحيه. ها وما دارش تصحيحيه لويزا حنون اللي راهي مسجونه الان، بالرغم انهم هما كانوا يقدموا لنا على اساس انها الشخص الثاني في البلاد. ما تنساوش انتخابات 2009 عندما جات هي الرتبه الثانيه بعد المحنط. الان هاو عطاولو مكان سيدهم السعيد باش يستمر العبث. اذا اخواني سالوا نفوسكم هذا السؤال، هل هذه الجماعه اللي ما تقبلش مدير كليه اختاروه اصحابه اختاروه الاساتذه ما تقبلهمش وتطيح به، ثم تجيب لنا كل مره تبدل واحد وتجيب واحد أسوأ منه ولا لا يقل سوء عنه، هل هذه رايحه تقبلنا باش نختاروا الرئيس؟ جاوبوا على السؤال في انتظار ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.